ياهي شافها وقال لها حبنها يعجبني الرزن بحكاية الوفاء يختار الأصيلة وصاح ريدنها اللي يضحك على البنات وما يهمه بهاي هذا ملطلط وطلعات غمنها أنا المعجب وهن البنات تهواي بس هاي المحبة بقلبه ضمنها منيت من الله منيش والله نطاني الردة ينطيني حبه استاهله وجيت بحياتي انت هاي يعني مشاركة بسيطة جيت بسيطة حبيب يا مساء الخير يا مساء العافية طبعا اكيد احنا مستمرين بفقراتنا اللي مسا مازلا جروس وصلنا الى فقرة ايضا يا هلا بالضيف اليوم حريصين على تنوع الفقرات وايضا متذوقي ومحبي الشعر لازم نرضيهم معنا شاعر الاغنية والشعر الشعبي سلوان العبيدي كل عام وانت بخير صحة وسلامة ان شاء الله يا رب ان شاء الله كل عام وانت بخير صحة وسلامة ان شاء الله شكرا بداية خلينا نسمع من عندك شعر حتى نبتعد عن الأسئلة لأنه إحنا بأجواء عيد أريد فت شعر تهدي لي كل مشاهدي شاشة قناة زرقاء الفضائية. أوكي راح نقرأ شيء بمناسبة العيد يعني. أوكي تمام. وهي أغنية يعني متغناية سابقا للفنان محمد فارس تحياتنا له. تحياتنا له. يمر العيد ويروح وتمر بسرعة الأعوام. نعم. وأنا من كثر الجروح. صرت ما أحس بالأيام. شو أسوي بجاية العيد؟ وحبيبي مسافر بعيد. الله. أظل بحزاني سهران وعيني لحظة بتنام. الله يا حضرة عشق ليش هيك وياي؟ قلبت كل الفرح وافراح واحزان سويته جرحتني والجرح ما ظن يطيب. وبحلوق الشماتة اليوم خليته خاويت الحزن منه أنا وصغير. وأنا مقمط بعدني وبيدي لفيته ليش بهالزمن؟ ليش بهالزمن كل من يحب ينداس واللي يعشق صدق بالدنيا ذليته وما اريدك بعد روح الله وياك جرح فوق الدمع وهموم واسيته يا حضرة عشق دلينا باب الموت احسن من عذاب الذيك تاليته صح 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 يعني اليوم يمكن اغلب الشعراء الشعبيين يعني يكتبون لشخص معين اليوم انت لمن كتبت العدد من الفنانين منهم حلو. الشباب ومنهم اللي عندهم باع طويل بالفن كتبت للفنان محمد الفارس وكتبت للفنان باسل العزيز كتبت حلو. للفنان سيف عامر اكثر من اغنيه وكتبت الفنان شباب مثل الفنان احمد الحلاق والفنان عمر الحلاق والفنان صلاح البحر تحياتنا لهم جميعا طبعا اليوم شعر الأغنية يختلف عن شعر الإلقاء يعني القصيدة اللي يلقي القصائد ما يكتب النص غنائي فقط الإلقاء شنو الفرق بين الاثنين؟ شعر الأغنية مختص بنصوص بسيطة تكون غنائية تركيز يكون على مفردات بسيطة يتقبلها الشارع نعم المتلقي للأغنية طبعا طيب عكس الشعر الشعبي يكون يعني بصور وأفكار شعرية أكثر من شعر الأغنية طبعا والإلقاء يمكن أيضا يختلف الإلقاء طبعا يختلف أكيد يعني لكن الاحساس واحد الاحساس واحد بس الالوان تختلف لون الشعر يختلف هنا زين يوم شنو الاختلاف يعني نريد نعرف اكو اختلاف معين تكون بين الشعر الشعبي وبين الكاتب للاغاني يعني اليوم تعرف انه اغلب مثلا شعراء شعبيين يقول لك انا ما اكتب اغاني يعني بدايه يعني خصوصا اذا كان ببداياته لكن اليوم مثلا اذا مثلا ككل شخص بينا كل شخص يعني مثلا على سبيل المثال مثلا اذا هو مثلا محب للشعر ويكون هو شاعر وعنده مفردات وعنده الكلمات اللي مثلا هو يحتويها فتشوف انه هاي الكلمات وهاي المفردات اللي موجوده عنده ممكن انه يطورها بين الحين والاخر فضروري انه الشخص انه يطور من الكلمات ويطور من الـ من الـ من المفاهيم او الموضوع اللي مختاره من اجل الفنان اليوم هل صاحب الشعر الشعبي يعني تحديدا شعر الشعبي ممكن انه بامكانه انه يكتب مثلا اغاني هو يصير يعني مو ما يصير ماكو شيء محال بالشعر الشاعر الشعبي يتوجه عاده تعرف حضرتك يعني يتوجه المؤتمرات ندوات شعريه جلسات تثقيفيه دائما يكون موجود بها الشاعر الشعبي ويتوجه ايضا لكتابه دواوين الشعر وينشر بحوثا خلال هاي الامور يعني بالنسبه لشاعر الاغنيه يكون محدد فقط في يعني انتاج الاغاني يكون تواجده بالاستوديو مع الفنانين مع الملحنين ينتجون يعني انتاجات غنائيه فقط. زين يوم يحق للشاعر الشعبي كتابه اغنيه؟ اذا كان مقتدر ليش لا طبعا يحق. يعني هو اليوم يمتلك فكر ويمتلك احساس وموهبه ويكتب نص ويكتب قصائد هي الموهبة اللي ممكنه انه يكتب
يعني شعر نص غنائي. الموهبه وحده، هسه نجيب بالنسبه للشاعر الغنائي اذا يريد يصير شاعر شعبي الموهبه وحده. اذا يملك المقدره، اين المقدره؟ يعني اول شيء نقول القاء، لازم يكون عنده موهبه القاء، يعني هذا مو شيء سهل بالنسبه لي. السؤال كان انه هل شاعر الشعر الشعبي بامكانه انه يكتب نص غنائي؟ اكيد طبعا، نص طبعا يقدر ايه. لكن شاعر النص الغنائي صعب انه يكون شاعر قصيدة. اصعب من يتحول الى شاعر شعبي، بس الشاعر الشعبي يقدر يكتب اغنيه لانه يعني هو الاحساس والموهبه موجوده. خلينا نسمع شيء ثاني اللي عندك، بس شويه يكون مطول. راح القي شيء على ام. اوكي. يلي ما مليتي مني ودومك تشيلين همي، ادعي من الله يحفظك يا اغلى من روحي يا امي. الله خليك يما عني لو رضيتي اني ارتاح بدنيتي، ولو جبل احزان بي انسى حزني وانت يمي. وتحياتنا لجميع الامهات العراقيات ان شاء الله. طبعا بالتاكيد الله يحفظ كل الامهات. تحياتنا لها ويحفظها لك ان شاء الله. زين اليوم يعني اغلب الكلمات اللي مستخدمه من قبل الجميع، يعني خصوصا انه تحدث بالشعراء، وخصوصا انه نبدي بشعراء الاغنيه اللي موجوده حاليا، اليوم نشوف انه يعني اكو اغاني يعني ذات مستوى عالي تحتوي على الكلمات السبعينيه، نشوف انه مثلا الاغاني السبعينيه لها كلماتها بيها يعني لذه، وانه كمستمع ثاني يوم كمستمع اليوم مثلا احفظ الاغاني السبعينيه اكثر مما احفظ الاغاني السريعه الدارجه، مو اكو خلل اليوم بالكتابه؟ هو مو خلل، بس كل اغنيه لها زمنها، الزمن الحالي هو زمن الاغنيه الخفيفه احنا نسميها، فهاي الاغاني يعني يتقبلوها شباب بسهوله وتنحفظ بسهوله وصارت توصل للعربيه، هسه حاليا عندنا هواي من الفنانين شباب وصلوا مرحله العربيه، صح. يعني اغاني عندهم مشاهدات توصل 400 مليون مشاهده، يعني وصل للوطن العربي بصوره عامه مو فقط بالعراق. لكن اليوم ايضا اكو اصبح اسفاف ببعض المفردات، صح. فالمتلقي خصوصا المراهقين، فئه المراهقين هم بامكانهم انه يتقبلون هذه المفردات، لكن انت اليوم تخاطب مجتمع باكمله. فانت برايك اليوم مدى اهميه الشاعر ياثر على الفنان حتى يرتقي بذائقه المتلقي العراقي ويعيد احياء المفردات القيمه اللي بامكانها انه هي تخاطب كل الفئات العمريه. يعني من خلال عملنا وتواجدنا بالاستوديو هاي الاغاني اللي تتحدثين عنها حضرتك هي مطلوبه من الملحنين عاده، يطلب طيب. المفردات اللي موجوده حاليا بالشارع العام اللي تكون قريبه للناس يعني ذائقه طيب. الشباب، فهي يعني طلب من الفنان اصلا تكون، والشاعر يكتب على رغبه الفنان. يمكن زين اليوم شلون الشاعر يكتب على رغبه الفنان والشاعر يعني عده ذائقه معينه وعده مفردات، ممكن انه هاي المفردات تكون مختشه يعني باسمه وبسمعته اذا هو كان مثلا كاتب فنانين عمالقه، وتشوف مثلا اذا شخص مثلا مجرد بمفرده تحمل الفاظ سوقيه بهذا التحديد، ممكن انه الشاعر يكتبها بمجرد انه الفنان يريدها على مود يطش في سبيل انه انا اقعد اكتبها له. شوف دائما بعض الاعمال اكو شعراء عندهم اعمال قويه يعني ومركونه متروكه على صفحه ممكن الملحن ما يستخدمها ما يستفاد منها، ليش؟ لان هذا الكلام ما راح ياخذ صدى، ما راح ينتشر. قلت لك بالبدايه انه هو الملحن او الفنان يدور المفرده الماشيه بالشارع نقول، فهاي توصل اسرع للذائقه الشبابيه بالوقت الحالي. يعني سمعنا شيء؟ بعد ان شاء الله خلينا نستحضر شيء بسيط. ها تمام. زين اليوم انت برايك مهم انه الفنان يكون سهل بالتعامل مع الشاعر والشاعر يلبي رغبه الفنان حتى ممكن انه يتعامل مع عدد اكبر من الفنانين. يعني اذا كان الشاعر سهل التعامل مع الفنان ودائما يلبي رغبات الفنانين، هل بامكانه انه يصبح التعامل مع الفنانين اكثر؟ يعتمد حسب الفنان، يعني اكو فنانين يتقبل كافه الشعراء ويعني يتباحث وياهم بموضوع الاغنيه، يعني المفردات المستخدمه، نوعيه الاغنيه، الالحان المستخدمه بالاغنيه، فيبدون يشتغلون على اساسه يعني. زين ممكن انه اليوم زين ممكن اليوم يكون مثلا كشخص يعني على سبيل المثال مثلا اليوم مثلا انا كفنان ممكن وانت شاعر اليوم مثلا انا اجي مثلا اريد اطلب مثلا على سبيل المثال مثلا اطلب كاغنيه، اوكي ممكن هاي الكلمات مال الاغنيه ممكن هاي الاغنيه ما تليق بصوتي او ما تليق مثلا الالحانها ما تضبط وياي، صادفتك هيك موضوع؟ هذا يتبع الملحن. احنا بالنسبه للاغاني
ممكن نقدم مجموعة أعمال نصوص للملحن، الملحن راح يسوي شيء اسمه جايد. نعم. هذا الجايد يخليه بالاستوديو ويجي أكثر من فنان يسمع الجايد، يعني مو شرط الفنان الفلاني راح يغني هذا النص، يعني هو راح يلحن ويقيد ويخليه بالاستوديو وما تعرف يا فنان يغني. فيجي هنا ذائقة الفنان يشوف عنده مثلا 50 جايد بالاستوديو يختار واحد هو اللي يعجبه. طيب كتابة نصوص غنائية لفنانين عرب؟ ما واصل المرحلة العربية، أنا يعني من كتبت من العراقيين؟ من العراقيين كاتب الفنان صلاح البحر. نعم. الفنان سيف عامر تقريبا 3 أغاني، الفنان محمد فارس، الفنان باسل العزيز، والفنان أحمد الحلاق. فرقة ملوك الإحساس يعني عمر وأحمد. شنو تحياتي لهم جميعا. أي أغنية من الأغاني اللي كتبتها للفنان محمد الفارس؟ أغنية يمر العيد. أها نقدر نسمع المفردات اللي كتبت لها؟ أي طبعا. أوكي. يمر العيد ويروح وتمر بسرعة الأعوام، وأنا من كثر الجروح صرت ما أحس بالأيام. شو أسوي بجاية العيد وحبيبي مسافر بعيد، أظل بحزاني سهران وليلي لحظة ما تنام. هاي الكوبلي الأول. خذني يمك بعد ما ظل عذر لا تعتذر، ليلة عمري وعمرك مخلص بعد ما بي صبر. خلنا لم أحلامنا وناخذ صورهن قبل لا ياخذهن بدرب الفجر، وخلنا لم سنيني وسنينك الباقيات اللي هن ما يكفن عمر، ونرجع بجد جدة وجديد وبواهس سنين الصغر، ولو وازانا الكبر نرجع بخطوة العاقل من عثر مرة، ورجع يمشي حذر وافتخر افتخر بي ويا روحك، وانا ظل ويا روحي بيك افتخر. خلنا نسوي الحب غلطة نجمع ويا الحب وننتصر، وان شاء الله كلماتك جدا جميلة، اتمنى لك كل توفيق يا رب. شكرا. اليوم اكتشفنا عندنا شاعر ثاني. لا انا محب للشعر، متذوق شعر، متذوق طبعا. نعم. واحب انه المفردات طبعا. تحياتنا لشاعرنا كبير جبار رشيد، يعني ونقول لك عام وانت بخير. طبعا انا جدا اتابع للشعراء، يعني اتابع مفردات واتابع كلمات، بالاضافه انه انا من الذائقه اللي استمع الى الشعراء العصر الجاهلي، يعني يمكن انا ما اتابع شعري اكثر ما اتابع جاهلي، يعني اتابع فصيح اكثر ما اتابع، يعني كون انه المفردات اشوفها مفردات قويه ومفردات انه تحس بها صح. يعني هسه مثلا عندك لابو العتاهيه، انا هذا اللي دائما اقوله، لان ابو العتاهيه شاعر عباسي كلش قديم، وبنفس الوقت مفرداته كلش قويه. فيعني انا اتمنى انه من الجميع خصوصا شعرانا انه يلتجئون بالمفردات القويه، فهي اكيد راح تظل بأذائقة. اكيد. فاحنا نريد هسه شنو اخر قصيده كتبتها؟ اخر قصيده هي اغنيه غنت للفنان باسل العزيز، تحياتنا له، تحياتنا، اللي هي ماكو رجعه. ماكو رجعه؟ اسمها ماكو رجعه. ماكو رجعه من دماغك حبي طلعه، ماكو رجعه. طيب اليوم ممكن انه الشاعر يدون شعره ويكتبه بحاله هو يمر بها، لكن هو ما يحفظه دائما. صح. ممكن يعني كثر الكتابات هي اللي تخلي الشاعر ينسى. صح. القصائد اللي كتبها ويرجع لها بين فتره واخرى. اكيد، يعني هذا سبب مؤثر طبعا. اها. واليوم انت تكتب شعر ينطلب من عندك على حاله، او انت حاله تعيشه وتكتبه؟ الشعر اللي نكتبه يعني اغلب الاحيان هو يكون حال مؤثر، يعني عايش. طيب. الشخص يعني تجربه مثلا بسيطه مرت بحياته يترجمها الى شعر. والاغاني اللي يتم طلبها من قبل الفنانين، يعني الملحن يطلب من عندك انه تكتب شيء وعلى اثر تكتب بعض الاحيان يكون هو يطلب موضوع معين والشاعر يكتب على اساس هذا الموضوع فكره معينه، وبعض الاحيان بالعكس، يعني هو شاعر عنده يعني فد ويقدم العمل اللي بالضبط يعني. يكتبه وممكن الملحن يطلب يعدل عليها على اساس التلحين يعني. نعم طبعا احنا شاكرين حضورك وشكرا جزيلا لك طبعا، ونتمنى لك كل توفيق وان شاء الله والنجاح ان شاء الله. شكرا لحضرتك. نعم مشاهدينا الكرام، لكن قبل ما اطلع بتهان العيد خلي اقرا لكم شويه قصيده من الشعر الجاهلي لشاعرنا الكبير ابو العتاهيه. يقول: يا ايها الحي الذي هو ميت، افنيت عمرك بالتعلل والمنى، اما المشيب فقد كساك رداؤه، وابتز عن كفك اذواب الصبا، خالف هواك اذا دعاك لريبة، فلرب خير في مخالفة الهوى، علم المحجة
علم المحجة بين لمريده وأرى القلوب عن المحجة في عمى ولقد عجبت بهالك ونجته موجودة ولقد عجبت لمن نجا.